دانيال 1. في السنة الثالثة من ملك يهويقيم ملك يهوذا، راح نبوخذ نصر ملك بابل لأورشليم وحصرها، وسلم الرب في إيده يهويقيم ملك يهوذا مع شوية من أواني بيت الله، بجي بيها الأرض شنار لبيت إلهه، ودخل الأواني لخزنة بيت إلهه. وأمر الملك رئيس المخصين بتوعه بأنه يجيب من ولاد إسرائيل ومن خلفة الملك ومن النبلة صبيان مفهوم شعيب، منظرهم كويس، شطار في كل حكمة، يعرفوا معرفة وعندهم فهم في العلم، وعندهم قوة أنهم يقفوا في قصر الملك، فيعلموهم كتابة الكلدانيين واللغة بتاعتهم، وحدد لهم الملك نصيب كل يوم بيومه من أكل الملك الكويس ومن خمرة المشروب بتاعه، عشان يربوهم 3 سنين وفي آخرها يقفوا قدام الملك. وكان بينهم من ولاد يهوذا دانيال وحنانيا وميشائيل وعزاريا، فخلالهم رئيس المخصيين أسماء، فسمى دانيال بلطشسرة، وحنانيا شدرة، وميشائيل ميشخ، وعزاريا عبد النغو. أما دانيال فحط في قلبه أنه ما يتنجس بأكل الملك الكويس ولا بخمرة المشروب بتاعه، فطلب من رئيس المخصيين أنه ما يتنجس، وإدى الله دانيال نعمة ورحمة عند رئيس المخصيين. فقال رئيس المخصيين لدانيال: أنا أخاف من سيدي الملك اللي حدد الأكل بتاعكو والشرب بتاعكو، فليه يشوف وشوشكو هزيلة أكتر من الصبيان اللي من الجيل بتاعكو، فتحكموا على راسي عند الملك. فقال دانيال لرئيس السقايين اللي ولاه رئيس المخصين على دانيال وحنانيا وميشائيل وعزاريا: جرب عبيدك 10 أيام فيدونا البقول عشان ناكل ومية عشان نشرب، ويبصوا المناظرنا قدامك والمناظر الصبيان اللي ياكلوا من أكل الملك الكويس، بعدين اعمل في عبيدك زي ما تشوف. فاسمع لهم الكلام ده وجربهم 10 أيام، وفي اخر 10 أيام بانت مناظرهم احسن ولحمهم اسمن من كل الصبيان اللي واكلين من الاكل الكويس بتاع الملك. فكان رئيس السقايين بيرفع الاكل الكويس بتاعهم وخمرة المشروب بتاعهم ويديهم بقول. اما الصبيان الاربعة دول فاديهم الله معرفة وعقل في كل كتابة وحكمة، وكان دانيال بيفهم كويس في كل الرؤى والأحلام. وفي آخر الأيام اللي قال الملك إنهم يدخلوهم بعدها، جي بيهم رئيس المخصيين لقدام نبوخذ نصر وكلمهم الملك، فما تلقاش بينهم كلهم زي دانيال وحنانيا وميشائيل وعزاريا، فوقفوا قدام الملك، وفي كل موضوع حكمة فهم سألهم الملك عنه لقاهم 10 أضعاف فوق كل كهنة الفرس والسحرة اللي في كل المملكة بتاعته. وفضل دانيال لحد السنة الأولانية لكورش الملك. دانيال 2. وفي السنة الثانية من ملك نبوخذ نصر، حلم نبوخذ نصر أحلام، فانزعجت روحه وطار عنه النوم بتاعه. فأمر الملك بأنهم يستدعوا كهنة الفرس والسحرة والعرافين والكلدانيين عشان يبلغوا الملك بالأحلام بتاعته. فجم وقفوا قدام الملك، فقال لهم: حلمت حلم وانزعجت روحي لاجل ما تعرف الحلم. فكلم الكلدانيين الملك بالأرامية: عيش يا ملك من غير نهاية، بلغ عبيدك بالحلم فنبين التفسير بتاعه. فقال الملك للكلدانيين: خرج مني كلام، لو ما كنتوش تبلغوني بالحلم وبالتفسير بتاعه تبقوا حتت حتت وتبقى بيتكم زبالة، ولو بينتوا الحلم والتفسير بتاعه تاخدوا من عندي هدايا وإكراميات وإكرام عظيم. فبينوا لي الحلم والتفسير بتاعه، فجاوبوا تاني: يبلغ الملك العبيد بتوعه بالحلم فنبين التفسير بتاعه. قال الملك: أنا عارف ومتأكد إنكم بتكسبوا وقت، عشان شفتوا إن الكلام خرج مني بأنه لو ما بلغتنيش بالحلم فالحكم عليكم واحد، لأنكم اتفقتوا على كلام كذب وبايظ عشان تتكلموا بيه قدامي لحد ما يعدي الوقت، فبلغوني بالحلم فأعرف إنكم بتبينوا لي التفسير بتاعه. جاوب الكلدانيين قدام الملك: مفيش على الأرض إنسان يقدر إنه يبين أمر الملك، عشان كده مفيش ملك عظيم صاحب سلطان طلب حاجة زي كده من كاهن فارسي أو ساحر أو كلداني، والموضوع اللي بيطلب ومفيش حد تاني يبينه قدام الملك غير الآلهة اللي سكنهم مش مع البشر. عشان كده غضب الملك واتغاظ جدا، وأمر بأنهم يجيبوا كل الحكمة بتوع بابل
فخرج الأمر وكان الحكمة بيتقتلوا، فطلبوا دانيال وأصحابه عشان يقتلوهم. وقتها جاوب دانيال أريوك رئيس شرطة الملك اللي خرج عشان يقتل الحكمة بتوع بابل بحكمة وعقل، ليه شد الأمر من عند الملك؟ وقتها بلغ أريوخ دانيال بالموضوع، فدخل دانيال وطلب من الملك إنه يديله وقت فيبين للملك التفسير. وقتها راح دانيال لبيته وعرف حنانيا وميشائيل وعزاريا أصحابه بالموضوع عشان يطلبوا المراحم من عند إله السماء من ناحية السر ده، عشان ما يضيعش دانيال وأصحابه مع كل الحكمة بتوع بابل. وقتها كشف السر لدانيال في الرؤية بتاعت الليل، فبارك دانيال إله السماء. فقال دانيال: يكون اسم الله مبارك من غير بداية لمن غير نهاية، لأن ليه الحكمة والجبروت، وهو يغير الأوقات والأزمنة، يعزل ملوك وينصب ملوك، يدي الحكمة حكمة ويعلم العارفين فهم، هو يكشف الأعماق والأسرار، يعرف اللي في الظلمة وعنده يسكن النور. أحمدك يا الله إله أبهاتي وأسبح اللي اداني الحكمة والقوة، ودلوقتي عرفتني باللي طلبناه منك لأنك عرفتنا أمر الملك. فعشان كده دخل دانيال لأريوخ اللي عينه الملك عشان يبيد الحكمة بتوع بابل، وقال له: ما تبيدش الحكمة بتوع بابل، دخلني لقدام الملك فأبين للملك التفسير. وقتها دخل أريوخ بدانيال لقدام الملك بسرعة وقال له: لقيت راجل من ولاد أسر يهوذا اللي عرف الملك بالتفسير. فقال الملك لدانيال اللي اسمه بلتشسر: تقدر أنت أنك تعرفني بالحلم اللي أنا شفته وبالتفسير بتاعه؟ جاوب دانيال قدام الملك: السر اللي طلبه الملك ما يقدرش الحكمة ولا السحرة ولا كهنة الفرس ولا المنجمين إنهم يبينون للملك، ولكن في إله في السماء بيكشف الأسرار، وعرف الملك نبوخذ نصر إيه اللي يبقى في الأيام الأخيرة. الحلم بتاعك ورؤية راسك على سريرك هو ده، أنت يا ملك أفكارك على سريرك طلعت، للي يبقى بعد كده واللي بيكشف الأسرار يعرفك باللي يبقى. أما أنا فما تكشفليش السر ده، عشان حكمة فيا أكتر من كل اللي عايشين، ولكن عشان يعرف الملك بالتفسير وعشان تعرف أفكار قلبك. أنت يا ملك كنت ببص وفين وفي تمثال عظيم، التمثال العظيم ده المبهر جدا وقف قصادك ومنظره هايل، رأس التمثال ده من ذهب كويس، صدره ودراعاته من فضة، بطنه وفخاده من نحاس، رجليه من حديد، القدمين بتوعه شوية منهم من حديد وشوية من خزف. كنت ببص لحد ما اتقطع حجر من غير ايدين، فضرب التمثال على القدمين بتوعه اللي من حديد وخزف فهرسهم، فتهرس وقتها الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب مع بعض، وبقوا زي التبن الناعم بتاع الجرن في الصيف، فشلتهم الريح فما تلاقلهمش مكان. أما الحجر اللي ضرب التمثال فبقى جبل كبير وملى الأرض كلها. هو ده الحلم، كان بلغ بالتفسير بتاعه قدام الملك. أنت يا ملك ملك ملوك، لأن إله السماء ادالك مملكة وقدرة وسلطان وغنى، ومكان ما بيسكن ولاد البشر ووحوش الأرض وطيور السماء، زقها لإيدك وسلطك عليها كلها، فأنت الرز ده اللي من ذهب، وبعدك تقوم مملكة تانية أصغر منك ومملكة تالتة غيرها من نحاس، فتتسلط على كل الأرض وتبقى في مملكة رابعة جامدة زي الحديد، لأن الحديد يدق ويهرس كل حاجة، وزي الحديد اللي يكسر تهرس وتكسر كل دول. وبما أنك شفت الأدمين والصوابع شوية منهم من خزف وشوية من حديد، فالمملكة تبقى مقسومة ويبقى فيها قوة الحديد، من حيث انك شفت الحديد مخلوط بخزف الطين، وصوابع الرجلين شوية منها من حديد وشوية من خزف، فجزء من المملكة يبقى جامد وجزء هش. وبما انك شفت الحديد مخلوط بخزف الطين فهم يختلطوا بخلفة الناس، ولكن ما يلزقش ده في ده زي ما ان الحديد ما بيختلطش بالخزف.
وفي أيام الملوك دول يقوم إله السماء مملكة ما تنقرضش أبدا، والملك بتاعها ما يتسبش لشعب تاني، وتهرس وتفني كل الممالك دي، وهي تثبت من غير نهاية، لأنك شفت أنه تقطع حجر من جبل مش بإيدين، فهرس الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب. الله العظيم عرف الملك اللي حييجي بعد كده الحلم حق، والتفسير بتاعه مؤكد. وقتها وقع نبوخذ نصر على وشه وركع لدانيال، وأمر بأنهم يقدموا له تقدمة وروايح فرح. وقال الملك لدانيال: حقيقي إن الإله بتاعكم إله الآلهة ورب الملوك واللي بيكشف الأسرار، عشان قدرت إنك تكشف السر ده. وقتها عظم الملك دانيال واداله عطايا كتير عظيمة، وسلطه على كل ولاية بابل، وخلاه رئيس الحكام على كل الحكم بتوع بابل. فطلب دانيال من الملك، فولى شدرخ وميشخ وعبدنغو على أشغال ولاية بابل. أما دانيال فكان في باب الملك. دانيال 3. نبوخذ نصر الملك عمل تمثال من ذهب طوله 60 دراع حوالي 30 متر، وعرضه 6 دراعات حوالي 3 أمتار، ونصبه في منطقة دورة في ولاية بابل. بعدين بعت نبوخذ نصر الملك عشان يجمع الرؤساء والحكام والولاة والقضاة والخزنة وعلماء الدين والشريعة والقانون وكل الحكام بتوع الولايات، عشان يجوا يكرسوا التمثال اللي نصبه نبوخذ نصر الملك. وقتها اتجمع الرؤساء والحكام والولاة والقضاة والخزنة والعلماء بتوع الدين والشريعة والقانون وكل حكام الولايات، عشان يكرسوا التمثال اللي نصبه نبوخذ نصر الملك، ووقفوا قدام التمثال اللي نصبه نبوخذ نصر. ونادى منادي بشدة: اتأمرتوا يا شعوب ويا بلاد ويا لغات، لما تسمعوا صوت الأرض والناي والعود والرباب وآلة الصنطير والمزمار وكل أنواع العزف، إنكم تقعوا وتركعوا لتمثال الذهب اللي نصبه نبوخذ نصر الملك، واللي ما يقعش ويركع ففي الساعة دي يترمي في وسط فرن نار مولعة. عشان كده وقت ما سمعت كل الشعوب صوت القرن والناي والعود والرباب وآلة الصنطير وكل أنواع العزف، وقعت كل الشعوب والبلاد واللغات وركعوا تمثال الذهب اللي نصبه نبوخذ نصر الملك. عشان كده طلع وقتها قدام رجالة الدنيين واشتكوا على اليهود، وقالوا للملك نبوخذ نصر: يا ملك عيش من غير نهاية، انت يا ملك قدرت امر بان كل انسان يسمع صوت القرن والناي والعود والرباب وآلة السنطير والمزمار وكل انواع العزف، يقع ويركع لتمثال الذهب، ولما يقعش ويركع يترمي في وسط فرن النار مولعة. في رجالة يهود اللي وكلتهم على اعمال ولاية بابل، شدر وميشخ وعبدنغو، الرجالة دول ما خلوش ليك يا ملك اعتبار، ما بيعبدوش الآلهة بتاعتك وما بيسجدوش لتمثال الذهب اللي نصبته. وقتها أمر نبوخذ نصر بغضب وغيظ بأنهم يجيبوا شدرخ وميشخ وعبدنغو، فجم بالرجالة دول قدام الملك. فسألهم نبوخذ نصر: عن قصدي يا شدرخ وميشخ وعبدنغو ما بتعبدوش الآلهة بتاعتي وما بتسجدوش لتمثال الذهب اللي نصبته؟ فدلوقتي لو كنتوا مستعدين لما تسمعوا صوت القرن والناي والعود والرباب وآلة السنطير والمزمار وكل أنواع العزف، تقعوا وتركعوا للتمثال اللي عملته، ولو ما ركعتوش ففي الساعة دي تترموا في وسط فرن النار المولعة، ومين هو الإله اللي ينقذكم من إيدي؟ فجاوب شدرخ وميشخ وعبدنغو: يا نبوخذ نصر، ما يلزمناش إن احنا نجاوبك عن الموضوع ده، أهو موجود إلهنا اللي بنعبده يقدر إنه ينجينا من فرن النار المولعة وإنه ينقذنا من إيدك يا ملك، وإلا فيبقى معلوم ليك يا ملك إننا ما بنعبدش الآلهة بتاعتك وما بنسجدش لتمثال الذهب اللي نصبته. وقتها اتملى نبوخذ نصر غيظ وتغير منظر وشه على شدرخ وميشخ وعبدنغو، وأمر بإنهم يحموا الفرن 7 أضعاف أكتر من اللي كانوا متعودين إنهم يحموه، وأمر جبابرة القوة في الجيش بتاعه بأنهم يكتفوا شدرخ وميشخ وعبدنغو ويرموهم في فرن النار المولعة.
بعدين اتكتف الرجالة دول في البناطيل بتاعتهم والقمصان بتاعتهم والهدوم بتاعتهم واللبس بتاعهم وترموا في وسط فرن النار المولعة. ومن حيث ان كلمة الملك كانت شديدة والفرن اتحمى قوي اتى لهيب النار الرجالة اللي رفعوا شدرخ وميشخ وعبدنغو. والثلاثة رجالة دول شدرخ وميشخ وعبدنغو وقعوا متكتفين في وسط فرن النار المولعة. وقتها اتحير نبوخذ نصر الملك وقام بسرعة وسأل المستشارين بتوعه مش رمينا ثلاث رجالة متكتفين في وسط النار؟ فجاوبوا صح يا ملك. فقال اهو انا شايف اربع رجالة مفكوكين بيتمشوا في وسط النار وما فيش فيهم ضرر ومنظر الرابعة يشبه ابن الآلهة. بعدين قرب نبوخذ نصر لباب فرن النار المولعة ونادى يا شدرخ وميشخ وعبدنغو يا عبيد الله العالي اخرجوا وتعالوا. فخرج شدرخ وميشخ وعبدنغو من وسط النار. فتجمع الرؤساء والحكام والولاء والمستشارين بتوع الملك وشافوا الرجالة دول اللي ما كانتش للنار قوة على أجسامهم وشعرة من رؤسهم ما اتحرقتش والبناطيل بتاعتهم ما اتغيرتش وريحة النار ما جاتش عليهم. فقال نبوخذ نصر يتبارك إله شدرخ وميشخ وعبدنغو اللي بعت الملاك بتاعه وأنقذ العبيد بتوعه اللي اتكلوا عليه وغيروا كلمة الملك ووهبوا أجسامهم عشان ما يعبدوش أو يركعوا لإله غير إلههم. فمني صدر أمر بأن كل شعب وبلد ولغة يتكلموا وحش على إله شدرخ وميشخ وعبدنغو يبقوا حتت حتت وتبقى بيوتهم مزبلة لأن مفيش إله تاني يقدر أنه ينجي بالشكل ده. وقتها طلع الملك شدرخ وميشخ وعبدنغو قدام في ولاية بابل. دانيال 4 من نبوخذ نصر الملك لكل الشعوب والبلاد واللغات اللي ساكنين في الأرض كلها يكتر السلام بتاعكم. المعجزات والعجائب اللي عملها معايا الله العالي كان كويس عندي اني ابلغ بيها. المعجزات بتاعته قد ايه عظيمة والعجائب بتاعته قد ايه جامدة. الملكوت بتاعه ملكوت ملوش نهاية والسلطان بتاعه من جيل لجيل. انا نبوخذ نصر كنت مطمن في بيتي ومتنعم في القصر بتاعي. شفت حلم فرعبني والافكار على سريري والرؤى بتاعت راسي فزعتني. فصدر مني أمر بإني أجيب كل الحكمة بتوع بابل قدامي عشان يعرفوني بتفسير الحلم. وقتها جه كهنة الفرس والسحرة والكلدانيين والمنجمين وحكيت الحلم عليهم فمعرفونيش بالتفسير بتاعه. أخيرا دخل قدامي دانيال اللي اسمه بلطشاتسر على اسم الإله بتاعي واللي فيه روح الآلهة القدوسين. فحكيت الحلم قدامه يا بلطشاتسر كبير العرافين من حيث اني اعرف ان فيك روح الالهة القدوسين وما يصعبش عليك سر. فبلغني برؤى الحلم بتاعي اللي شفته وبالتفسير بتاعه. فالرؤى بتاعت راسي على سريري هي اني كنت بشوف وفين وفي شجرة في وسط الارض وطولها عظيم. فكبرت الشجرة وجمدت فوصل العلو بتاعها للسماء ومنظرها لاخر كل الارض. اوراقها جميلة والثمر بتاعها كتير وفيها اكل للكل. وتحتها قعد في الظل حيوان الارض وفي الاغصان بتاعتها سكنت طيور السماء واكل منها كل البشر. كنت بشوف الرؤى بتاعت راسي على سريري وفين وملاك مقدس نزل من السماء فصرخ بشده جزوا الشجره وقطعوا الاغصان بتاعتها وبعتروا اوراقها ونطوروا الثمار بتاعتها عشان يهرب الحيوان من تحتها والطيور من الاغصان بتاعتها. ولكن سيبوا اصل جدورها في الارض واربطوه في ايد من حديد ونحاس بعشب الغيط ويتبل بندى السماء ويبقى نصيبه مع الحيوان في عشب الغيط. يتغير قلبه من انسان ويتعدي قلب حيوان وتعدي عليه سبع ازمنه. الامر ده بحكم الملائكه والحكم بكلمه القدوسين عشان يعرف اللي عايشين ان العالي متسلط في مملكه الناس فيديها للي يعود وينصب عليها اقل الناس. الحلم ده شفته أنا نبوخذ نصر الملك. أما أنت يا بلطشاصر فبين التفسير بتاعه لأن كل الحكمة بتوع المملكة بتاعتي ما يقدروش يعرفوني بالتفسير.
أما أنت فتقدر لأن فيك روح الآلهة القديسين. وقتها تحير دانيال اللي اسمه بلتشصر ساعة واحدة وفزعته الأفكار بتاعته. فقال الملك: يا بلتشصر، ما يفزعكش الحلم ولا التفسير بتاعه. فجاوب بلتشصر: يا سيدي، الحلم للي يكرهوك والتفسير بتاعه للي يعدوك. الشجرة اللي شفتها اللي كبرت وجمدت ووصل علوها للسماء ومنظرها لكل الأرض وأوراقها جميلة والثمر بتاعها كتير وفيها أكل للكل، وتحتها سكن حيوان الأرض وفي أغصانها سكن طيور السماء، هي أنت يا ملك اللي كبرت وتقويت وعظمتك زادت ووصلت للسماء وسلطانك لآخر الأرض. ومن حيث أن الملك شاف ملاك قدوس نازل من السماء وقال: اقطعوا الشجرة وضيعوها، ولكن سيبوا أصل جذورها في الأرض بإيد من حديد ونحاس في عشب الغيط، ويبقى بندى السماء ويبقى نصيبه مع حيوان الأرض لحد ما تعدي عليه 7 أزمنة. فهو ده التفسير يا ملك، وهو حكم العالي اللي يجي على سيدي الملك. يطردوك من بين الناس ويبقى سكنك مع حيوان الأرض، ويأكلوك العشب زي الترين، ويبلوك بندى السماء، فتعدي عليك 7 أزمنة لحد ما تعرف إن العالم اتسلط في مملكة الناس ويديها للي يعوز. ومن حيث إنهم أمروا بإنهم يسيبوا أصل جذور الشجرة، فالمملكة بتاعتك تثبت ليك لما تعرف إن السماء متسلطة. عشان كده يا ملك تبقى الاستشارة بتاعتي مقبولة عندك، وفارق الخطايا بتاعتك بالصلاح، والذنوب بتاعتك بالرحمة للمساكين، يمكن يطول الاطمئنان بتاعك. كل ده جه على نبوخذ نصر الملك عند نهاية 12 شهر كان بيتمشى على قصر مملكة بابل، فقال: مش دي بابل العظيمة اللي بنتها لبيت الملك بقوة قدرتي وعظمة مجدي؟ والكلمة لسه بق الملك وقع صوت من السماء: ليك بيقول يا نبوخذ نصر الملك إن الملك راح منك، ويطردوك من بين الناس ويبقى سكنك مع حيوان الأرض ويأكلوك العشب زي التيران، فتعدي عليك 7 أزمنة لحد ما تعرف إن العالي متسلط في مملكة الناس وإنه يديها للي يعوز. في الساعة دي تم الأمر على نبوخذ نصر، فاضطرب من بين الناس وأكل العشب زي التيران، واتبل جسمه بندى السماء لحد ما طول شعره زي النسور وضوافره زي الطيور. ولما خلصت الأيام، أنا نبوخذ نصر رفعت عيني للسماء، فرجع لي عقلي وباركت العالي وسبحت وحمدت العايش من غير نهاية، اللي سلطانه سلطان ملوش نهاية وملكوته من جيل لجيل، وحسبت كل سكان الأرض زي ولا حاجة، وهو يعمل زي ما يعوز في جنود السماء وسكان الأرض، ومفيش اللي يمنع إيده أو يقول له بتعمل إيه. في الوقت ده رجع لي عقلي ورجع لي غنى مملكتي والمجد بتاعي وعظمتي، وطلبني المستشارين بتوعي والعظمة بتوعي، وتثبتت على المملكة بتاعتي وزادت لي عظمة كتيرة. فدلوقتي أنا نبوخذ نصر بسبح وعظم واحمد ملك السماء اللي كل أعماله حق والطرق بتاعته عدل، واللي يمشي بالتكبر فهو يقدر يذله. دانيال 5. بلشصر الملك عمل وليمة عظيمة عظمة بتوع القلب، وشرب خمرة قدام القلب، ولما كان بلشصر بيدوق الخمرة أمر بأنهم يجيبوا الأواني الذهب والفضة اللي خرجها نبوخذ نصر أبوه من الهيكل اللي في أورشليم عشان يشرب بيها الملك والعظمة بتوعه ومراتاته السنويات. وقتها جابوا أواني الذهب اللي اتخرجت من هيكل بيت الله اللي في أورشليم، وشرب بيها الملك والعظمة بتوعه ومراتاته السنويات. كانوا بيشربوا الخمرة ويسبحوا آلهة الذهب والفضة والنحاس والحديد والخشب والحجر. في الساعة دي ظهرت صوابع إيد إنسان وكتبت قصاد المصباح على جير حيطة قصر الملك، والملك بيشوف طرف الإيد اللي بتكتب،
وقتها اتغير شكل الملك وفزعته الأفكار بتاعته واتحلت مفاصل وسطه وخبطت ركبه ديف ديف. فصرخ الملك جامد عشان يدخلوا السحرة والكلدانيين والمنجمين. وقال الملك للحكمة بتوع بابل: أي راجل يقرأ الكتابة دي ويبين لي التفسير بتاعها يلبس الأرجوان وعقد ذهب في رقبته ويتسلط التالت في المملكة. بعدين دخل كل الحكمة بتوع الملك فما قدروش يقروا الكتابة ولا أنهم يعرفوا الملك بالتفسير بتاعها. فتفزع الملك بلتشسر جدا وتغير شكله فيه وتلخبط العظمة بتوعه. أما الملكة فبسبب كلام الملك والعظمة بتوعه دخلت بيت الوليمة وقالت: يا ملك عيش من غير نهاية، ما تفزعكش الأفكار بتاعتك وما يتغيرش شكلك. في المملكة بتاعتك راجل فيه روح الآلهة القديسين، وفي أيام أبوك اتلقى فيه نور وفهم وحكمة زي حكمة الآلهة، والملك نبوخذ نصر أبوك خلاه كبير العرافين والسحرة والكلدانيين والمنجمين من حيث أن روح زايدة ومعرفة وفهم وتفسير أحلام وتوضيح ألغاز وحل عقد اتلاقوا في دانيال ده اللي سماه الملك بلتشسر. فيتنده دلوقتي دانيال فيبين التفسير. وقتها اتدخل دانيال لقدام الملك فسأل الملك دانيال: انت هو دانيال من ولاد أسر يهوذا اللي جابوا أبويا الملك من يهوذا؟ سمعت عنك ان فيك روح الآلهة وان فيك نور وفهم وحكمة زايدة، ودلوقتي اتدخل قدامي الحكمة والسحرة عشان يقروا الكتابة دي ويعرفوني بالتفسير بتاعها، فما قدروش يبينوا تفسير الكلام. وانا سمعت عنك انك تقدر تفسر تفسير وتحل عقد، فلو قدرت دلوقتي انك تقرا الكتابة وتعرفني بالتفسير بتاعها تلبس الأرجوان وعقد من ذهب في رقبتك وتتسلط الثالث في المملكة. فجاوب دانيال الملك وقال قدام الملك: تبقى الهدايا بتاعتك ليك والمكافئات بتاعتك لحد تاني، لكن الكتابة أقراها للملك وأعرفه بالتفسير. أنت يا ملك، الله العالي إدى أبوك نبوخذ نصر مملكة وعظمة ومجد وقبها، وعشان العظمة اللي ادهاله كانت بتترعب وتفزع قدامه كل الشعوب والبلاد واللغات، فاللي يعوز يقتله واللي يعوز يخليه يعيش واللي يعوز يرفعه واللي يعوز ينزله. فلما ترفع قلبه وقسي تروحه وتجبر انحط من كرسي الملك بتاعه وشدوا منه المجد بتاعه واضطرب من بين الناس واتساوى قلبه بالحيوان، وكان السكن بتاعه مع الحمير الوحشية فأكلوه العشب زي التيران وتبل جسمه بندى السماء لحد ما عرف إن الله العالي متسلط في مملكة الناس وإنه يقوم عليها اللي يعوزه. وإنت يا بلشاصر ابنه ما حطيتش في قلبك ده مع إنك عرفت كل ده، لكن اتعظمت على رب السماء فجابوا قدامك أواني البيت بتاعه، وإنت والعظمة بتوعك ومراتاتك ومراتاتك السنويات شربتوا بيها الخمرة وسبحت آلهة الفضة والذهب والنحاس والحديد والخشب والحجر اللي لا بتشوف ولا بتسمع ولا بتعرف. أما الله اللي في إيده النسمة بتاعتك وعنده كل الطرق بتاعتك فما اديتهوش مجد. وقتها بعت من عنده طرف الإيد فكتبت الكتابة دي، وهي دي الكتابة اللي كتبت: منا تقل وفارسين. وده تفسير الكلام: منا عد الله المملكة بتاعتك ونهاها، تقل اتوزنت بالموازين فتلاقيت ناقص، فارس اتقسمت المملكة بتاعتك وتعاطت لمادي وفارس. وقتها أمر بلتشسر إنهم يلبسوا دانيال الأرجوان وعقد ذهب في رقبته وينادوا عليه إنه يبقى متسلط التالت في المملكة. في الليلة دي اتقتل بلتشسر ملك الكلدانيين، فأخذ المملكة داريوس اللي من مادي وهو ابن 62 سنة. دانيال 6 كان كويس عند داريوس إنه يولي على المملكة 120 رئيس يكونوا على المملكة كلها، وعلى دول 3 وزراء، واحد منهم دانيال
عشان يأدي الرؤساء ليهم الحساب فما تصيبش الملك خسارة. ففاء دانييل ده على الوزراء والرؤساء لأن في روح زايدة، وفكر الملك أنه يوليه على المملكة كلها. بعدين كان الوزراء والرؤساء بيدوروا على سبب يلاقوه على دانييل من ناحية المملكة، فما قدروش أنهم يلاقوا سبب ولا ذنب لأنه كان أمين وما تلاقاش فيه غلط ولا ذنب. فقال الرجالة دول ما لقيش على دانييل ده سبب إلا لو نلاقيه من ناحية شريعة إلهه. وقتها اتجمع دول الوزراء والرؤساء عند الملك وقالوا له يا ملك داريوس، عيش من غير نهاية. كل الوزراء بتوع المملكة والحكام والرؤساء والمستشارين والولاة اتشاوروا على انهم يحطوا امر ملكي ويشددوا منع بان كل اللي يطلب طلبة لحد 30 يوم من اله او انسان الا منك يا ملك يترمي بحفرة الاسود. فثبت دلوقتي المنع يا ملك وامضي الكتابة عشان ما تتغيرش زي شريعة مادي وفارس اللي ما تبطلش. عشان كده مضى الملك داريوس الكتابة والمنع. فلما عرف دانييل بأن الكتابة اتمضت راح لبيته والشباك بتاعه مفتوح في الأوضة العالية بتاعته ناحية أورشليم، فركع على ركبه 3 مرات في اليوم وصلى وشكر قدام إلهه زي ما كان بيعمل قبل كده. فاتجمع وقتها الرجالة دول فلقوا دانييل بيطلب ويتضرع قدام إلهه، فطلعوا قدام واتكلموا قدام الملك عن المنع بتاع الملك. مش مضيت يا ملك منع بأن كل إنسان يطلب من إله أو إنسان لحد 30 يوم إلا منك يا ملك يترمي في حفرة الأسود؟ فجاوب الملك الموضوع صح زي شريعة مادي وفارس اللي ما تبطلش. وقتها قالوا الملك دانييل اللي من ولاد أسر يهوذا ما خللكش يا ملك اعتبار ولا للمنع اللي مضيته، لكن 3 مرات في اليوم بيطلب الطلبة بتاعته. فلما سمع الملك الكلام ده اتغاظ في نفسه جدا وخلى قلبه على دانييل عشان ينقذه، وحاول لحد غروب الشمس انه ينقذه. فجمع الرجال دول للملك وقالوا اعرف يا ملك ان شريعة مادي وفارس هي ان كل منع او امر يحطه الملك ما يتغيرش. وقتها امر الملك فجابوا دانييل ورموه في حفرة الاسود. وقال الملك لدانييل إلهك اللي بتعبده دايما هو ينجيك، وجيب حجر وحطه على بق الحفرة، وختم الملك بالختم بتاعه وختم العظمة بتاعه عشان ما يتغيرش القصد بخصوص دانييل. وقتها راح الملك لأسره وبات صايم وما جابش قدامه الزوجات السنويات بتوعه وطار عنه نومه. بعدين قام الملك الصبح بدري وقت الفجر وراح بسرعة لحفرة الأسود. فلما قرب من الحفرة نادى على دانييل بصوت حزين يا دانييل عبد الله الحي، يا ترى إلهك اللي بتعبده دايما قدر انه ينجيك من الأسود؟ فاتكلم دانييل مع الملك يا ملك عيش من غير نهاية، إلهي بعت الملاك بتاعه وسد بق الأسود فما ضرتنيش لاني تلاقيه بريء قدامه وقدامك كمان يا ملك ما عملت الذنب. وقتها فرح الملك بيه وأمر بأنهم يطلعوا دانييل من الحفرة. فطلع دانييل من الحفرة ومتلقاش فيه ضرر لأنه آمن بإلهه. فأمر الملك فجابوا الرجالة دول اللي اشتكوا على دانييل ورموهم في حفرة الأسود هم وولادهم وستاتهم. فهم لسه ما وصلوش لآخر الحفرة اتسلطت عليهم الأسود وهرست كل عظمهم. بعدين كتب الملك داريوس لكل الشعوب والبلاد واللغات اللي ساكنين في الأرض كلها يكتر السلام بتاعكم. من عندي صدر أمر بأنه كل سلطان المملكة بتاعتي يترعبوا ويخافوا قدام إله دانييل، لأنه هو الإله الحي اللي موجود بنفسه من غير نهاية، والمملكة بتاعته مش هتروح والسلطان بتاعه لحد النهاية. هو ينجي وينقذ ويعمل المعجزات والعجائب في السماء وفي الأرض. هو اللي نجى دانييل من إيد الأسود، فنجح دانييل ده في ملك داريوس وفي ملك كورش اللي من فارس. دانييل 7 في السنة الأولانية لبلشاصر ملك بابل شاف دانييل حلم والرؤى بتاعت راسه على سريره
وقتها كتب الحلم وبلغ بخلاصة الكلام. قال دانيال: كنت بتفرج في الرؤية بتاعتي بالليل، وفينه الأربع رياح بتوع السماء هجموا على البحر الكبير، وطلع من البحر أربع حيوانات عظيمة، ده غير ده. الأولاني زي الأسد وعنده جناحين بتوع نسر، وكنت ببص لحد ما اتنتفوا الجناحين بتوعه ووقف على الأرض وتوقف على رجلين زي إنسان وتعاطى قلب إنسان. وفين وحيوان غيره تاني يشبه الدب، اترفع على جنب واحد وبقه ثلاث أضلاع بين سنينه، فقالوا له كون كل لحمة كتيرة. وبعد كده كنت بشوف وفين واحد تاني زي النمر وعنده على ظهره أربع أجنحة طائر، وكان عند الحيوان أربع رؤوس وتعطى سلطان. بعد كده كنت بشوف رؤى الليل وفينه حيوان رابع مرعب ومخيف وقوي جدا وعنده سنين من حديد كبيرة، أكل وهرس وداس الباقيين برجليه، وكان مختلف عن كل الحيوانات اللي قبله، وعنده عشر قرون. كنت بتأمل في القرون وفين وقرن تاني صغير طلع بينها، وتشدوا ثلاثة من القرون الأولانية من قدامه، وفين عينين زي عينين الإنسان في القرن ده وبق بيتكلم بحاجات عظيمة. كنت بشوف إنه اتحطت عروش وقعد اللي أيامه من زمان، لبسه أبيض زي التلج وشعر راسه زي الصوف الطاهر وعرشه لهيب نار، والعجلات بتاعته نار مولعة نهر نار جري وخرج من قدامه، ألوف ألوف بتخدمه وعشرات ألوف عشرات ألوف واقفين قدامه. فقعد القضاء واتفتحت الكتب، كنت ببص وقتها عشان خاطر صوت الكلمات العظيمة اللي اتكلم بيها القرن. كنت بشوف لحد ما اتقتل الحيوان وضاع جسمه واترمى لولعة النار، أما بقية الحيوانات فتشد منهم السلطان بتاعهم، ولكن اتعطوا طول حياة لزمن ووقت. كنت بشوف رؤى الليل وفين ومع سحاب السماء زي ابن إنسان جه وجه للي أيامه من زمان، فقربوه قدامه فتعطى سلطان ومجد وملكوت عشان تتعبد ليه كل الشعوب والبلاد واللغات. سلطانه سلطان ملوش نهاية اللي مش هيروح، والملكوت بتاعه ما ينقرضش. أما أنا دانيال فحزنت روحي في وسط جسمي وفزعتني الرؤى بتاعت راسي، فقربت الواحد من الواقفين وطلبت منه الحقيقة في كل ده، فبلغني وعرفني تفسير الأمور. الحيوانات العظيمة دي اللي هي أربعة، هي أربع ملوك يقوموا على الأرض، أما إديسين العالي فياخدوا المملكة ويملكوا المملكة من غير نهاية والزمن الأزمنة. وقتها حبيت أعرف الحقيقة بخصوص الحيوان الرابع اللي كان مختلف عنها كلها، مرعب قوي وسنانه من حديد وضوافره من نحاس، وأكل وهرس وداس الباقيين برجليه، وعن القرون العشرة اللي في راسه، وعن التاني اللي طلع فوقع قدامه تلاتة، والقرن ده عنده عينين وبق بيتكلم بحاجات عظيمة ومنظره أجمل من أصحابه. وكنت بتفرج وفين والقرن ده بيحارب القديسين فغلبهم لحد ما جه لأيامه من زمان وإدى القضاء للقديسين بتوع العالي، وجه الوقت فملك القديسين المملكة. فقال: أما الحيوان الرابع فتبقى مملكة رابعة على الأرض مختلفة عن كل الممالك، فتاكل الأرض كلها وتدوسها وتهرسها. والقرون العشرة من المملكة دي هي عشر ملوك يقوموا، ويقوم بعدهم حد تاني وهو مختلف عن الأولانيين، ويذل ثلاث ملوك ويتكلم بكلام ضد العالي ويعمل بلاوي للقديسين بتوع العالي، ويفتكر انه يغير الأوقات والشريعة ويتسلموا لإيده لزمان وأزمنة ونص زمان، فيقعد القضاء ويشدوا منه السلطان بتاعه لأجل ما يفنوا ويبيدوا لحد النهاية. والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء تتعطي لشعب قديسين العالي
ملكوت ملوش نهاية، وكل السلاطين يعبدوه ويسمعوا كلامه. لحد هنا نهاية الموضوع. أما أنا دانيال فالأفكار بتاعتي فزعتني كتير وتغير شكلي فيا، وحبست على الموضوع في قلبي. دانيال 8 في السنة الثالثة من ملك بلتشسر الملك ظهرت لي أنا دانيال رؤيا بعد اللي ظهرتلي في الأول. فشفت في الرؤيا، وكان في الرؤيا بتاعتي وأنا في شوشن العاصمة اللي في ولاية هيلام. وشفت في الرؤيا وأنا عند نهر أولي، فرفعت عينيا وشفت وفين وفيه كبش واقف عند النهر وليه قرنين، والقرنين عليه وواحد أعلى من التاني والأعلى طالع في الآخر. شفت الكبش بينطح غرب وشمال وجنوب، فما وقفش حيوان قدامه ومفيش اللي ينقذ من إيده، وعمل زي ما عايز وتعظم. وفين وأنا بتأمل وفين وتيس من الميز جي من ناحية الغرب على وش كل الأرض وملمس الأرض، وعند التيس قرن معتبر بين عينيه، وجيه للكبش صاحب القرنين اللي شفته واقف عند النهر وجريله بشدة قوته، وشفته وصل لجنب الكبش فولى عليه وضرب الكبش وكسر القرنين بتوعه، فما كانتش عند الكبش قوة انه يقف قصاده ورميه على الارض وداسه، وما كانش عند الكبش اللي ينقذه من ايده. فتعظم تيس المعيز قوي، ولما جمد اتكسر القرن العظيم وطلع بداله 4 قرون معتبرة ناحية رياح السماء الأربعة، ومن واحد منها خرج قرن صغير وتعظم قوي ناحية الجنوب وناحية الشرق وناحية فخر الأراضي، وتعظم حتى لحد جنود السماء، ورمى شوية منها من الجنود والنجوم للأرض ودسهم، وحتى لحد رئيس الجنود اتعظم وبيه بطلت المحرقة الدايمة، وهدم مسكن القدس بتاعه وخلى جنود على المحرقة الدايمة بالمعصية. فرمى الحق على الأرض وعمل ونجح. فسمعت قدوس واحد بيتكلم، فقال قدوس واحد لفلان اللي بيتكلم لحد امتى الرؤية من ناحية المحرقة الدايمة ومعصية الخراب لاجل ما تتعطي القدس والجند مداسين. فقال لي ل2300 صبح ومساء، فياخد القدس صلاح. وحصل لما شفت أنا دانيال الرؤية وطلبت المعنى فين واللي يشبه إنسان واقف قصادي، وسمعت صوت إنسان بين أولاي فنادى وقال يا جبرائيل فهم الراجل ده الرؤية. فجالي مكان ما وقفت، ولما جه خفت وقعت على وشي. فقال لي افهم يا ابن آدم إن الرؤية لوقت النهاية. ولما كان بيتكلم معايا كنت نايم جامد على وشي للأرض، فلمسني ووقفني مفروض وقال أديني بعرفك الحيبة في آخر الغضب الشديد لأنه عشان معاد النهاية. أما الكبش اللي شفته اللي له قرنين فهو ملوك مادي وفارس، والتيس المشاعر ملك اليونان، والقرن العظيم اللي بين عينيه هو الملك الأولاني. ولما اتكسر وقام 4 بداله فهتقوم 4 ممالك من الشعب التاني، ولكن مش في القوة بتاعته. وفي آخر المملكة بتاعتهم لما تكمل المعاصي يقوم ملك وشه جامد وبيفهم الحيل وتتعظم القوة بتاعته، ولكن مش بقوته، ويضيع معجزات وينجح ويعمل ويبني عظماء وشعب قديسين، وعلى الفهم بتاعه ينجح كمان المكر في ايده ويتعظم بقلبه، وبطمأنينة يضيع قطار ويقوم على رئيس الرؤساء ومن غير ايد يتكسر. فرؤية المساء والصبح اللي اتقالت هي حق، اما انت فاكتم الرؤية لانها الايام كتيرة، وانا دانيال ضعت وعييت ايام، بعدين قمت وعملت اعمال الملك وكنت متحير من الرؤية ومش فاهم.
دانيال 9. في السنة الأولانية لداريوس ابن أحشاويرش من خلفة أهل ميدي اللي ملك على مملكة الكلدانيين. في السنة الأولانية من الملك بتاعه، أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين اللي كانت عنها كلمة الرب لإرميا النبي عشان تكمل 70 سنة على خراب أورشليم. فخليت وشي لله السيد وأنا بطلب بالصلاة والتضرعات بالصوم والخيش والرماد، وصليت للرب إلهي واعترفت وقلت: يا رب الإله العظيم اللي يتخاف منه، اللي بيحافظ على العهد والرحمة للي بيحبوه واللي بيحافظوا على الوصايا بتاعته، غلطنا وأذنبنا وعملنا الشر وتمردنا لوحدنا على الوصايا بتاعتك وعلى أحكامك، وما سمعناش من العبيد بتوعك الأنبياء اللي باسمك كلموا الملوك بتوعنا والرؤساء بتوعنا وأبهاتنا وكل شعب الأرض. ليك يا سيد الصلاح أما لينا فكسفة الوشوش، زي ما هو النهاردة لرجالة يهوذا والسكان أورشليم والكل إسرائيل القريبين والبعيد وكل الأراضي اللي طردتهم ليها عشان خاطر خيانتهم اللي خنوك بيها. يا سيد لينا كسفة الوشوش لملوكنا لرؤسائنا والأبهاتنا لأننا غلطنا ليك، للرب إلهنا المراحم والمغفرة لأننا بمردنا عليه وما سمعناه صوت الرب إلهنا عشان نمشي في الشرايع بتاعته اللي خليها قدامنا على إيد عبيده الأنبياء. وكل إسرائيل اتعدى على الشريعة بتاعتك وحوده عشان ما يسمعوا صوتك، فكبيت علينا اللعنة والحلفان المكتوب في شريعة موسى عبد الله لأننا غلطنا ليه، وقوم كلامه اللي اتكلم بيه علينا وعلى القضاة بتوعنا اللي أضلنا لأجل ما يجلب علينا شر عظيم اللي ما حصلش تحت السماء كلها زي ما حصل على أورشليم، زي ما كتب في شريعة موسى جه علينا كل الشر ده وما تضرعناش لوش الرب إلهنا لأجل ما نرجع عن الخطايا بتاعتنا ونعقل من خلال الحق بتاعك. فسهر الرب على الشر وجابه علينا لأن الرب إلهنا صالح في كل أعماله اللي عملها عشان ما سمعناه صوته. ودلوقتي يا سيدي إلهنا اللي خرجت شعبك من أرض مصر بإيد جامدة وعملت لنفسك اسم زي ما هو اليوم ده، غلطنا عملنا شر، يا سيد حسب كل رحمتك اصرف غضبك الشديد وغضبك على مدينتك أورشليم جبل المكان المقدس بتاعك عشان بسبب الخطايا بتاعتنا وذنوب أبهاتنا بقت أورشليم وشعبك عار عند كل اللي حوالينا. فاسمع دلوقتي يا إلهنا الصلاة بتاعت عبدك والتضرعات بتاعته ونور بوشك على مكانك المقدس الخربان عشان خاطر السيد. ميل ودنك يا إلهي واسمع، افتح عينيك وبص خربنا والمدينة اللي تنادى اسمك عليها، لأنه مش عشان خاطر الصلاح بتاعنا بنرمي التضرعات بتاعتنا قدام وشك، لكن عشان خاطر المراحل العظيمة بتاعتك. يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد اسمع كويس بعمل، ما تأخرش عشان خاطر نفسك يا إلهي، لأن اسمك اتنادى على المدينة بتاعتك وعلى شعبك. وفين وأنا بتكلم وبصلي وبعترف بالخطية بتاعتي وخطية شعبي إسرائيل وبرمي التضرع بتاعي قدام الرب إلهي بخصوص جبل قدس إلهي، وأنا لسه بتكلم بالصلاة، فين والراجل جبرائيل اللي شفته في رؤية في الأول متجنح بجناحه بيلمسني عند وقت تقديم تلمسة وفهمني واتكلم معايا وقال: يا دانيال أنا خرجت دلوقتي عشان أعرفك الفهم. في بداية تضرعاتك خرج الأمر وأنا جيت عشان أبلغك لأنك أنت محبوب، فتأمل الكلام وافهم الرؤية. 70 أسبوع اتحددت لشعبك وللمدينة المقدسة بتاعتك عشان تكميل المعصية وعشان تكميم الخطية وعشان تكفير الذنب وعشان يجاب الصلاح اللي ملوش نهاية وعشان ختم الرؤية والنبوة وعشان مسح قدوس القدوسين. تعرف وافهم إنه من وقت خروج الأمر عشان تجديد أورشليم وبنائها لحد المسيح القائد 7 أسابيع و62 أسبوع يرجع ويبني فسحة وخندق وفضيق الأوقات، وبعد ال62 أسبوع يتقطع مسيح وملوش والمدينة والقدس يضيعوا مع القائد اللي جاي ونهايته بفيضان ولحد نهاية حرب
اتقررت خرايب ويعظم عهد الاكتار اسبوع واحد ونص الاسبوع يبطل ذبيحه وتقدمه وعلى جناح الابايح مخرب والحد ما كله يكمل ويتصب المقرر على المخرب. دانيال 10. في السنه الثالثه لكورش ملك فارس اتكشف موضوع لدانيال اللي اتسمى باسم بلتشاسر، والموضوع حق والجيش كبير، وبان الموضوع ووضح له في الرؤية. في الأيام دي أنا دانيال كنت بنوح 3 أسابيع أيام، ما كلتش أكل لذيذ وما دخلتش بقي لحمة ولا خمرة وما اتدهنتش لحد ما خلصت 3 أسابيع أيام. وفي اليوم 24 من الشهر الأولاني لما كنت على جنب النهر العظيم اللي هو دجلة، رفعت عيني وبصيت، فكان في راجل لابس كتان ووسطه متحزم بذهب قفاز وجسمه زي الزبرجد ووشه زي منظر البرق وعينيه زي مصباحين نار ودراعاته ورجليه زي عين نحاس متلمع وصوت كلامه زي صوت جمهور. فشفت أنا دانيال الرؤية لوحدي، والرجال اللي كانوا معايا ما شافوش الرؤية، لكن وقع عليهم رعب عظيم فهربوا عشان يستخبوا. ففضلت أنا لوحدي وشفت الرؤية العظيمة دي وما فضلتش فيا قوة، والنظارة بتاعتي اتحولت فيا لضياع وما ملكتش قوة. وسمعت صوت كلامه، ولما سمعت صوت كلامه كنت نايم جامد على وشي ووشي للأرض وفين وإيد لمستني وقومتني وأنا بترعش على ركبي وعلى كفوف إيديا، وقال لي يا دانيال يا راجل يا محبوب افهم الكلام اللي بكلمك بيه وقوم مفروض لأني دلوقتي اتبعت ليك. ولما اتكلم معايا بالكلام ده قمت مرعوب، فقال لي ما تخافش يا دانيال، لأنه من اليوم الأولاني اللي خليت قلبك فيه عشان الفهم ولأجل ما تذل نفسك قدام إلهك اتسمع كلامك، وأنا جيت عشان خاطر كلامك. ورئيس مملكة فارس وقف قصادي 21 يوم، وأهو ميخائيل واحد من الرؤساء الأولانيين جه عشان يساعدني، وأنا خلوني هناك عند ملوك فارس وجيت عشان أفهمك اللي يحصل لشعبك في الأيام الأخيرة، لأن الرؤية لأيام لسه. فلما كلم معايا بزي الكلام ده خليت وشي للأرض وسكت، وهو زي شبه بني آدم لمس شفايفي، ففتحت بقي واتكلمت وقلت اللي واقف قدامي يا سيدي بالرؤية اتقلبت علي أوجاعي فما ملكتش قوة، فإزاي يقدر عبد سيدي ده إنه يتكلم مع سيدي ده ومعايا؟ من دلوقتي ما تقفش فيا قوة وما فضلتش فيا نسمة. فرجع ولمسني اللي له زي منظر إنسان وقواني وقال ما تخافش يا راجل يا محبوب، سلام ليك، اجمل اتقوى. ولما كلمني اتقويت وقلت يتكلم سيدي لأنك قويتني، فقال عرفت جيت لك ليه، فدلوقتي أرجع وأحارب رئيس فارس، فلو خرجت أهو رئيس اليونان يجي، لكن أبلغك باللي مرسوم في كتاب الحق ومحدش يتشدد معايا على دول إلا ميخائيل الرئيس بتاعكم. دانيال 11. وأنا في السنة الأولانية لداريوس الممادي وقفت عشان أجمده وأقويه، ودلوقتي أبلغك بالحق. أهم 3 ملوك كمان يقوموا فارس، والرابع يدغني غنى أكتر منهم كلهم، وعلى حسب قوته بالغنى بتاعه يهيج الكل على مملكة اليونان، ويقوم ملك جبار ويتسلط تسلط عظيم ويعمل زي ما يعوز، وبقيامه تتكسر المملكة بتاعته وتتقسم لرياح السماء الأربعة وما تبقاش للوراء ولا على حسب السلطان بتاعه اللي اتصلب بيه، لأن المملكة بتاعته تنقرض وتبقى الناس تانية غير دول. ويتقوى ملك الجنوب ومن الرؤساء بتوعه اللي يتقوى عليه ويتسلط تسلط عظيم التسلط بتاعه، وبعد سنين يتعهدوا وبنت ملك الجنوب تيجي الملك الشمال عشان تعمل اتفاق، ولكن الدراع ما تضبطش قوة وما يقومش هو ولا الدراع بتاعه، وتتسلم هي واللي جم بيها واللي خلفها واللي قواها في الأوقات دي.
ويقوم من فرع الأصول بتاعتها حد يقف مكانه ويجي للجيش ويدخل حصن ملك الشمال ويعمل فيهم ويتقوى ويقسر لمصر الآلهة بتاعتهم كمان مع المسبوكات بتاعتهم والأواني الغالية بتاعتهم من فضة وذهب ويأثر سنين على ملك الشمال فيدخل ملك الجنوب للمملكة بتاعته ويرجع لأرضه وولاده يتخنقوا فيجمع جمهور جيوش عظيمة ويجي مجاي ويفيض ويعدي ويرجع ويتخانق لحد الحصن بتاعه ويتغاظ ملك الجنوب ويخرج ويحارب ملك الشمال ويوقف جمهور كبير فيتعطي الجمهور في ايده فيرفع الجمهور فيتعالى قلبه ويقع عشرات ألوف وما يجمدش فيرجع ملك الشمال ويوقف جمهور كبير أكتر من الأول ويجي بعد فترة بعد سنين بجيش عظيم وثروة كتيرة وفي الأوقات دي يقوم قطار على ملك الجنوب وولاد جبابرة من شعبك يقوموا لأجل ما تثبت الرؤية ويتكعبلوا فيجي ملك الشمال ويقوم حاجز وياخد المدينة المتحصنة فما يقومش قدامه الدراعين بتوع الجنوب ولا الناس بتوعه اللي تم اختيارهم وما تبقاش عنده قوة عشان يقاوم واللي جاي عليه يعمل زي ما هو عايز وما فيش اللي يقف قصاده ويقف في الأرض المجيدة ويكمل ده بإيده ويخلي وشه إنه يدخل بقوة كل المملكة بتاعته وناس دغري معاه ويشتغل وتتعطاله بنت الستات لأجل ما يبوظها فما تثبتش ولا تبقى ليه ويحود وشه للجزر وياخد قطار ويشير رئيس العار بتاعه لكن يرجع له عاره ويحود وشه لحصون أرضه ويتكعبل ويقع وما يتلقاش فيقوم مكانه اللي يعدي اللي بيسخر في فخر المملكة وفي أيام قليلة يتكسر مش بغضب ولا بحرب فيقف مكانه محتقر لما يخلوش عليه فخر المملكة ويجي فجأة ويمسك المملكة بالخداع الكتير ودراعات الفيضان تطيب من قدامه وتتكسر وكمان رئيس العهد ومن المعاهدة معاه يشتغل بالمكر ويطلع ويتعظم بشعب تاني قليل يدخل فجأة على أثمن البلاد ويعمل اللي ما عملهوش أبهاته ولا أبهات أبهاته ينشر بينهم نهب وغنيمة وغنى ويفكر أفكاره على الحصون وده لحد وقت ويقوم قوته قلبه على ملك الجنوب بجيش عظيم وملك الجنوب يتخانق في الحرب بجيش عظيم وقوي جدا ولكنه ما يثبتش لأنهم يدبروا عليه تدابير واللي بيأكلوا أكله كويس يكسروه وجيشه يفيض ويقع قطار مقتولين والملكين دول قلبهم لعمل الشر ويتكلموا بالكذب على ترابيزة واحدة وما ينجحش لأن لسه في نهاية للمعاد فيرجع لأرضه بغنى كبير وقلبه على العهد المقدس فيشتغل ويرجع لأرضه وفي المعاد يرجع ويدخل الجنوب ولكن ما يبقى زي الأول وزي الأخير فتيجي عليه سفن كتيم فيترعب ويرجع ويضغط على العهد المقدس ويشتغل ويرجع ويسمع كويس اللي سابه العهد المقدس وتقوم منه دراعات وتنجس المكان المتقدس المتحصن وتشد المحرقة الدايمة وتخلي النجاسة اللي تخرب واللي بيتعدوا على العهد يغويهم بالنفاق أما الشعب اللي يعرفوا إلههم فيجمدوا ويشتغلوا واللي فاهمين من الشعب يعلموا ناس كتار ويتكعبلوا بالسيف وباللهيب وبالأسر وبالنهب أيام وفي الكعبلة بتاعتهم يتساعدوا مساعدة قليلة وينضم ليهم ناس كتار بالخداع الكتير وشوية من الفاهمين يتكعبلوا امتحان ليهم عشان التطهير والتبييض لحد وقت النهاية لأن لسه المعاد ويعمل الملك زي ما هو عايز ويترفع ويتعظم على كل إله ويتكلم بحاجات عجيبة على إله الآلهة وينجح في أنه يكمل الغضب لأن المحكوم بيحصل وما يهتمش بآلهة أبهاته ولا باللي بتندحه الستات وما يهتمش بكل إله لأنه يتعظم على كل ويكرم إله الحصون في مكانه وإله معرفهوش أبهاته
يكرمه بالذهب والفضة وبالحجارة الكريمة وبحاجات غالية، ويشتغل لحصون متحصنة مع إله غريب اللي يعرفه يزوده مجد ويسلطهم على كتار ويقسم الأرض أجرة، وفي وقت النهاية يحاربوا ملك الجنوب فيصور عليه ملك الشمال بمركبة وبفرسان وبسفن كتيرة، ويدخل في الأراضي ويفيض ويعدي ويدخل للأرض المجيدة فيتكعب الكتار ودول يفلتوا من إيده، أدوم ومؤاب ورؤسة بتوع ولاد عمون، ويمد إيده على الأراضي وأرض مصر ما تنجاش، ويتسلط على كنوز الذهب والفضة وعلى كل الحاجات الغالية بتاعت مصر واللوبيين والكوشيين عند الخطوات بتاعته، وتفزعه أخبار من الشرق ومن الشمال فيخرج بغضب عظيم عشان يخرب وعشان يفني كتار، وينصب الخيم بتاعت قصره بين البحور وجبل مجد القدس ويوصل لأخرته ومفيش اللي يساعده. دانيال 12. وفي الوقت ده يقوم ميخائيل الرئيس العظيم اللي واقف على ولاد شعبك، ويبقى وقت دي ما كانش من وقت ما كان في شعب تاني لحد الوقت ده، وفي الوقت ده ينجى شعبك كل اللي يتلقى مكتوب في الكتاب، وكتير من اللي راقدين في تراب الارض يصحوا، دول للحياة اللي ملهاش نهاية، ودول للعار للاحتقار اللي ملوش نهاية، واللي فاهمين ينوروا زي نور السماء، واللي رجعوا كتار للصلاح زي الكواكب لزمن الأزمنة. أما أنت يا دانيال فاخفي الكلام واختم الكتاب لوقت النهاية، كتار يلفوا وتكتر المعرفة. وشفت أنا دانيال وفين واتنين تانين وقفوا، واحد من هنا على شفة النهر والتاني من هناك على شفة النهر، وقال للراجل اللي لابس الكتان اللي من فوق مية النهر لحد امتى تخلص المعجزات؟ فسمعت الراجل اللي لابس الكتان اللي من فوق مية النهر لما رفع ايده اليمين وايده الشمال ناحية السماء وحلب اللي عايش لمن غير نهاية انه لحد زمان زمنين ونص، فلو اتفرقت ايدين الشعب المقدس تحصل دي كلها. وانا سمعت وما فهمتش، فقلت يا سيدي ايه هي اخر دي؟ فقال روح يا دانيال لان الكلمات مخفية ومختومة لوقت النهاية، كتار يتطهروا ويبيضوا ويتخلصوا من العيوب، اما الاشرار فيعملوا شر، وكل الاشرار ما يفهموش لكن الفاهمين يفهموا. ومن وقت شيل المحرقة الدايمة وحط اباحة اللي بيخرب 1290 يوم، يا بخت اللي يستنى ويوصل 1335 يوم وانت روح للنهاية فتستريح وتقف للقرعة بتاعتك لنهاية الأيام.